نرحب بكم جميعا في ندوة التجمع القومي في ذكرى تأسيس هيئة الاتحاد الوطني. نحيي معا ذكرى هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي نستلهم منها كل عام الكثير من الدروس والعبر، خاصة في مثل هذه الأيام حيث يمر أو تمر البحرين بظروف سياسية واقتصادية قاسية تستوجب حلول سياسية واقتصادية عاجلة تستلهم من عبر الماضي وفي مقدمتها دروس هيئة الاتحاد الوطني. كما نرحب بكل سرور بمشاركة رفاقنا في جمعيتي المنبر التقدمي والعمل الديمقراطي معنا في إحياء هذه الذكرى وفي هذه المناسبة، ونرحب بالرفيقين العزيزين السيد إبراهيم كمال الدين والسيد فلاح هاشم. وسوف أتحدث أنا أولا عن ظروف تأسيس الهيئة دون أن أسعى لتكرار السرد التاريخي الذي تعرفونه جميعا أو جميعكم عن تأسيس الهيئة، ثم يتحدث السيد إبراهيم كمال الدين عن بعض القضايا الهامة التي تزامنت مع ما بعد فترة محاكمة أعضاء الهيئة، وأخيرا أتحدث السيد فلاح هاشم عن الدروس المستفادة من هذه الذكرى العزيزة. الأعزاء، تعتبر هيئة الاتحاد الوطني أول تجمع سياسي وطني في البحرين إثر الاستقطابات الطائفية التي كانت سائدة في فترة الخمسينات من القرن الماضي، والأحداث المؤسفة التي تمثلت في اصطدامات ذكرى مقتل الإمام الحسين عاشوراء عام 1953، وحادثة تسريح العمال البحرينيين من شركة أرامكو، وحادثة إضراب سائقي سيارات الإجرة. ولا يقل أهمية عن هذه الحوادث هو المد الوطني والقومي العارم الذي كان يجتاح آنذاك الأقطار العربية، وخاصة بعد قيام ثورة يوليو 1952 في مصر، وهو ما ألهب شعوب الوطنيين والقوميين في البحرين وتطلعاتهم نحو التغيير. ونتيجة لتضافر العوامل الوطنية والقومية ومع بروز شرارات الفتنة الطائفية، جاءت فكرة إنشاء مجلس يمثل الطائفتين، فاتفق زعماء الطائفتين بعقد اجتماع في مجلس الجمعة بمدينة المحرق، بمسجد الجمعة بمدينة المحرق. لكن لم يعقد هذا الاجتماع بسبب إرسال حاكم البحرين بمنع عقد هذا الاجتماع. على الرغم من ذلك زادت الاتصالات بين زعماء الطائفتين وبدأوا بالاجتماع في المساجد. كانت هذه الاجتماعات ذات صبغة وطنية. في أكتوبر 1954 عقد اجتماع كبير في مسجد بن خميس ضم شباب الطائفتين. كانت من أهم قرارات هذا الاجتماع تكوين جبهة تتولى زعامة الشعب لمجابهة الدكتاتورية المتمثلة في بلغاريا. عقب هذا اجتماع آخر بعد أسبوع في السنابس لانتخاب ممثلي الجبهة وتهيئة الشعب عن طريق الصحافة صحيفة القافلة. تم اختيار قوائم هذه الهيئة التي تألفت من 120 شخص ولجنة تنفيذية لها من 8 أشخاص، وتم الاتفاق على 8 أشخاص خلفاء للجنة في حال اعتقال أعضائها الثمانية الأساسيين وتقديم مطالبهم للحكم. وقد استطاعت الهيئة بعد تأسيسها إطفاء النار التي كادت أن تشتعل في البلاد بسبب الفتنة المدبرة من قبل المستعمر البريطاني. ويقول القائد الوطني الراحل عبد الرحمن الباكر في كتابه من البحرين إلى سانت هيلانا عن فتنة محرم عام 1953: من المؤسف أنه انساق وراء تلك الفتنة العمياء كثيرون من الشباب نسوا واجبهم الوطني وتخلوا عن مبادئهم انسياقا وراء العاطفة الهوجاء. ويواصل: وقد أسفت غاية الأسف
حينما علمت بأن منهم من كان يدعي أنه فوق الطائفية والإقليمية، وقد انجرف وراء هذا التيار وحمل راية التعصب الأعمى. ويضيف الباكر قائلا: لقد كانت مسؤوليتي كبيرة، فبدأت أطفئ أوزار تلك النار التي انتشرت في كل بيت في البحرين، لا سيما وقد شاهدت بنفسي كيف كان الإنجليز يعملون ذلك في مومباي حينما كانوا يشعلون الفتنة بين الطائفتين الإسلامية والهندوسية. بذل الباكر والشملان والسيد كمال الدين ورفاقهم جهودا كبيرة لتوحيد الطرفين من خلال اللقاءات والاجتماعات التي كانوا يقومون بها في المنامة والمحرق، واستطاعوا تأسيس هيئة الاتحاد الوطني التي كانت الحدث الأهم في تلك الفترة التاريخية. وعلى أثرها تم رفع أهم المطالب الوطنية للشعب، وهي تأسيس مجلس تشريعي، وضع قانون عام للبلاد جنائي ومدني، السماح بتأليف نقابة للعمال، تأسيس محكمة عليا للنقد والإبرام، إصلاح التعليم والقضاء. ونتيجة للموقف السلبي للحكومة من مطالب الهيئة السياسية، ونظرا لعدم رد حاكم البحرين على خطابها إليهم، فقد قامت الهيئة من ناحية بتأسيس أول نقابة عمال في البحرين دون الحصول على ترخيص من الحكومة بذلك، وقبل الانتهاء من إنجاز قانون العمل والعمال الذي كان يعده الخبير العمالي البريطاني المستر أوزلي. وقد أقبل العمال على الاشتراك في النقابة إقبالا منقطع النظير. ومن ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الإضراب العام في البلاد، وهو الإضراب الثاني الكبير الذي تبع الإضراب الأول في أواخر سنة 1954. وقد استجاب الشعب لهذا الإضراب بشكل منقطع النظير، إذ عم سائر المدن والقرى وتعطلت كل الأعمال، وأصبحت الهيئة فعليا مسؤول عن جميع مرافق الحياة. ونتيجة للإضرابات والمظاهرات التي عمت البحرين منذ 29 أكتوبر 1956، يبدو أن شهر العسل بين الحكومة والهيئة لم يدم طويلا، إذ أنه تأييدا لثورة جمهورية مصر ضد العدوان الثلاثي عليها أثناء حرب السويس، فقد قامت فئات مخربة من وسط المظاهرات بإشعال الحرائق في كثير من المنازل الخاصة بموظفي سلاح الطيران البريطاني، وفي المحرق وتخريب بعض المنازل والمؤسسات التجارية البريطانية في البحرين. وقد استدعى الأمر بحجة المحافظة على الأمن والنظام تدخل القوات البريطانية في البحرين بناء على طلب من الحاكم لمساعدة قوة شرطة البحرين الضعيفة في العدة والعتاد نسبيا، وذلك لمقاومة المظاهرات وإعادة الأمن والنظام في مختلف مناطق البحرين. وقد استمرت المظاهرات لمدة 5 أيام. لكن الحقيقة أن سلطات المستعمر البريطاني لم يرق لها وحدة الشعب والتفافه حول قيادته الوطنية، فتم الإجهاز على هيئة الاتحاد واعتقال ونفي قياداته وكوادرها، حيث أصدرت السلطات الاستعمارية البريطانية بعد محاكمة صورية إحكاما قاسية نصت على سجن كل من عبد الرحمن الباكر وعبد العزيز الشملان وعبد علي العليوات 14 عاما لكل منهم، وسجن كل من إبراهيم الموسى وإبراهيم فخرو 10 سنوات لكل منهما ابتداء من تاريخ اعتقالهم. وحينما طلب عبد الرحمن الباكر من رئيس المحكمة السماح للمتهمين باستئناف الحكم المذكور، رفض إعطائهم ذلك. جاءت هذه المحاكمة الجائرة بعد الإجهاز على حركة الهيئة من قبل سلطات الحماية البريطانية، مستفيدة من أجواء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، ردا على النهوض الوطني الذي قادته الهيئة من أجل تحقيق مطالب شعب البحرين التي صاغتها الهيئة في النقاط الرئيسية التي ذكرناها. واليوم وبعد هذه الذكرى نستطيع القول أن القيمة التاريخية لحركة الهيئة لا تتمثل في المطالب الجوهرية التي ناضلت من أجلها فحسب، والتي عكست توق شعب البحرين في التحرر من الهيئة الاستعمارية وتحقيق الديمقراطية والشراكة السياسية،
وإطلاق الحريات العامة بما فيها الحريات النقابية، وإنما أيضا في كونها حركة وطنية شاملة جامعة غطت البحرين كلها، وفيها تمثلت كافة فئات الشعب ومكوناته. هذا الجانب بالذات من رؤوس حركة الهيئة من هو المفتقد اليوم في ظروف أزمتنا الراهنة والوضع المعقد الذي تعيشه بلادنا. ففي ظروف الاستقطاب الراهن الذي يأخذ المظهر الطائفي في الكثير من حالاته، نجد أن ظرفي الاستقطاب يتحدث عن الشعب بوصفه ممثلا وحيدا له، وفي حقيقة الأمر فأن هذا الشعب موجود هنا وهناك على هذه الضفة وتلك الضفة، لكن المفتقد هو الإطار المعبر عن هذا الشعب كاملا على قاعدة مطالب متفق عليها وطنيا، وهذا ما نجحت فيه حركة هيئة الاتحاد الوطني في حينه عندما وحدت الشعب بسنته وشيعته خلف قيادتها، واستطاعت أن تقضي على الفتن الطائفية التي أراد المستعمر إشعالها. وحين انقض المستعمرون على حركة الهيئة والطهد وقادتها أما بالسجن أو النفي، واصل جيل جديد من الوطنيين البحرينيين الذين تلقوا خبراتهم النضالية الأولى في حركة الهيئة، وكانوا يومها شبانا في مقتبل العمر في حمل راية النضال الوطني. الفكرة الوطنية الموحدة ليست ماضيا وتراثا فحسب، إنها حاجة راهنة شديدة الإلحاح في التصدع الطائفي الذي بلغه مجتمعنا البحريني، والذي يجري لمعان في تكريسه وتعميقه وإعاقة أي جهد يساعد في التغلب عليه عبر إبراز ما يفرق لا ما يوحد، ومن أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية البحرينية. فإن البحرينيين ليسوا بحاجة للتعلم من التجارب الأخرى، ففي تاريخهم القريب ما هو جدير بأن يعلمهم. إلى هنا أكتفي، فأترك الميكروفون إلى زميلي الأستاذ إبراهيم شريف، سوري إبراهيم كمال الدين النكدوالي، لإلقاء ورقته. شكرا للإخوة في المنبر، عفوا كل واحد واحدة بواحدة، يعني التجمع القومي الديمقراطي والمنبر الديمقراطي وجمعية العمل الوطني الديمقراطي الذين يمثلون التيار الوطني الديمقراطي في هذا البلد. يعني هيئة الاتحاد الوطني مثلت ظاهرة وطنية، يعني استفادت منها الحركة الوطنية في استمرار الحراك الوطني. فيعني استعراض أي مفصل من مفاصل حركة الهيئة الاتحاد الوطني معناته المزيد من توعية الناس وفتح ذاكرة الناس إلى النضالات والتضحيات اللي قدمها شعب البحرين. لما طلب مني أن يعني أتحدث في هذا الموضوع، اخترت موضوعين. أولهم هو قضية تأسيس الإفلات عن العقاب اللي أسسوها الإنجليز أيام هيئة الاتحاد الوطني، ونستعرض ملامح من حياة الثلاثة اللي قضوا 5 سنوات في سجن جزيرة سانت هيلانا، وكثير يعني منا ما يعرف التفاصيل عن جزيرة سانت هيلانا، يعني يمكن قرينا المذكرات ولكن في تفاصيل يعني موجودة حتى في المذكرات البريطانية، وسجلها عبد الرحمن الباكر في كتابه من البحرين إلى سانت هيلانا. حدثان مهمان شهدتهما الساحة البحرانية بين أعوام 3 كل بياناتها كانت تناشد الشعب البحراني
على أساس أنه ما في تفريق فيما بين، حتى بالكلمات كان بيل غريف يريد يفرق بين شعب البحرين، فأوجد بحريني وبحراني، وحتى يميز الفئات الطائفية. وهيئة الاتحاد الوطني في كل بياناتها كانت تصر على الكلمة لغويا هي الأصح، يعني البحراني، وحتى البحريني صحيحة ولكن الأصح لغويا هي البحراني. فكانت وكل قادة هيئة الاتحاد الوطني متبحرين في اللغة العربية، من الأستاذ حسن جواد الجشي إلى عبد العزيز الشملاني إلى عبد الرحمن الباكر، إلى كلهم متبحرين في اللغة العربية إلى الوالد، فلذلك اختاروا يعني الصحيح من هذا. بين أعوام 53 و56 وهي فترة الانتفاضة الشعبية بقيادة هيئة الاتحاد الوطني، ألا وهما استشهاد 4 شباب وجرح 12 من المتظاهرين السلميين أمام قلعة الديوان في شهر يونيو 1954، وهم 53 عفوا، وهم إبراهيم عبد الرسول آل سيف من المنامة، هذا استشهد أمام جدار الخارجي لقلعة الديوان. ويروي أحد شهود العيان بأن مجموعة من الشرطة توجهت له وهو جريح وأجهضت عليه بسكاكين السنجي والبنادق مما أدى لاستشهاده. الثاني هو محمد الحاج كاظم من المالكية، الثالث هو علي أحمد السعيد من قرية مقابة، الرابع هو علي الحاج حسن من قرية سترة. حيث كانت الجماهير محتشدة في مسجد مؤمن وتوجهت للقلعة للاعتصام والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في أحداث بابكو الطائفية، وغالبيتهم من سترة، وأثر وصول خبر احتجاز الشرطة لباص ينقل المتظاهرين من القرى، واطلق الرصاص التحذيري في الهواء أثر وصول المتظاهرين لسور القلعة الخارجي، وما لبث أن وجه الرصاص لرؤوس وصدور المتظاهرين. وهذا الإجراء يعتبر استخدام مفرط للقوة أمام متظاهرين سلميين. والطريقة البشعة التي قتل بها الشهيد إبراهيم عبد الرسول حمل المتظاهرين القتلى إلى دار المعتمد البريطاني، بيت الباليوز كان يسمى، لرفع تظلمهم إلى دار الاعتماد البريطاني. وتطوع بعض من المشاركين إلى إخراج العلم البريطاني للف القتلى، إلا أن الوالد السيد علي كمال الدين حال دون ذلك. وعمل إضراب البلاد احتجاجا على هذه المجزرة، وشكلت لجنة للتحقيق ومعاقبة المتسببين في قتل المتظاهرين ودفع تعويضات للقتلى والجرحى. وهذا ما توصلت إليه اللجنة المكونة من 14 شخصية للتحقيق في أحداث القلعة، إلا أن بعض التعويضات دفعت للقتلى والجرحى، ولم يقدم أحد من المتسببين في إطلاق النار وقتل المتظاهرين إلى المحاكمة أو المساءلة والعقاب. رغم تعهد الحكومة بتأدية الحقوق لأصحابها وإثبات مسؤولية الأحداث، الحدث الآخر ألا وهو بتاريخ 11 مارس 1956 والمسمى بأحداث البلدية، حيث وقع تصادم بين موظف للبلدية وأحد باعة الخضار في سوق الأربعاء. ولما هم أفراد من السوق بموظف البلدية أثرت بعثرته لخضار الباعة ومنعهم من عرض خضرواتهم، وعلى أثر هذا الشجار فر الموظف إلى داخل مبنى البلدية، فتجمهر الناس مطالبين بمعاقبة هذا الموظف، فاتخذت الحكومة الخطوة الرادعة المتوحشة، ومع أنه كان بالإمكان تفريق المتظاهرين بطريقة سلمية عكس إطلاق الرصاص بغزارة على المعتصمين، وراح ضحية هذا الإطلاق 9 قتلى شهداء. وأعلن الإضراب العام في البلاد، عم الإضراب سائر القرى والمدن، وتعطلت كل الأعمال، ودخل الإنجليز كوسطاء من جديد، حيث قدمت الهيئة المطالب التالية: الاعتراف بالهيئة،
2 التحقيق في حادث البلدية ومعاقبة المتسببين في إطلاق النار ودفع التعويضات لأسر الشهداء. 3 إعفاء تشارلز بيل غريس من منصبه. 4 استدعاء الدكتور عبد الرزاق السنهوري القانوني المصري كخبير لسن القوانين المدنية والجنائية فورا على أن يتعاون معه لجنة يختارها الشعب. تنفيذ بقية المطالب الشعبية ومنها المجلس التأسيسي. كان الإنجليز يقومون بدور الوسطاء ويهددون هيئة الاتحاد بأن أسطولهم على استعداد لحماية الشيخ ومصالحه والقضاء على الحركة الوطنية. بعد أخذ ورد وافقت حكومة البحرين وبأمر من الإنجليز على الاعتراف بهيئة الاتحاد الوطني واعتبارها هيئة سياسية وهي أول تنظيم سياسي في الخليج، على أن يسمح لهيئات أخرى أن تتشكل إذا رغب سكان البحرين بذلك. طبعا تشكلت هيئة الاتفاق الوطني عقبها، ووافقت على تشكيل لجنة تحقيق يتولاها قاضي محايد، ووافقت على تعويض أسر الشهداء، ووافقت على استدعاء الدكتور السنهوري، ورفض الاستجابة لإعفاء شارلز بيل غريف، ورفض المجلس التشريعي. ولكن المفاوض الإنجليزي وعد سرا بأنهم سيعفون شارلز بيل غريف عام 1956. وعلى هذا الأساس وافقت الهيئة على فك الإضراب حيث عوض أسر الشهداء ولم يقدم أحد من آمري ومطلقي النار على المعتصمين للمحاسبة أو التحقيق، وأسس هذا العرف للإفلات من العقاب. ولازلنا في هذا العرف. الترحيل إلى جزيرة سانت هيلانا بعد الاعتقال الوحشي الذي تعرض له قادة هيئة الاتحاد الوطني، قدموا لمحكمة صورية دون محامين ودون الحق في الاستئناف يومي 22 و 23 ديسمبر في الطابق 2 من مركز شرطة البديع وسط حراسة مشددة، وهم عبد الرحمن الباكر وعبد علي العليوات وعبد العزيز الشملان وابراهيم موسى وابراهيم فخرو. وكانت هيئة الاتحاد وكانت هيئة المحكمة عفوا مكونة من 3 قضاة من الأسرة الحاكمة. أما الإدعاء العام فقد تألف من المدعي العام ومدير الهجرة مستر بن وقمندان الشرطة الكولين رايت، وتلى المدعي العام لائحة الاتهام باللغة الإنجليزية، وقد تضمنت لائحة الاتهام إدانة المتهمين بالجرائم التالية: 1 محاولة اغتيال الحاكم واغتيال 3 من الأسرة الحاكمة، اغتيال المستشار تشارلز بيل غريف للاستيلاء على الحكم، نسف قصر القضيبية، نسف مطار البحرين، اتصالهم بدولة أجنبية، تهييج الرأي العام في البحرين، إدخال منظمات عسكرية تحت ستار منظمات الكشافة. وقد أصدرت المحكمة في اليوم التالي اللي هو يوم 23 ديسمبر حكما يقضي بسجنهم 14 عاما وبعشر سنوات لإبراهيم فخرو وإبراهيم الموسى، على أن يقضي الاثنان حكمهما في جزيرة جدة. وأعلن من إذاعة البحرين باللغة الإنجليزية أذاع الخبر جيمس بيل غريف الأحكام العرفية واعتقال المخربين على قولهم وتلى التهم الموجهة لهم التي قرأناها سابقا. وبتاريخ 28 ديسمبر 1956 نقل الثلاثة إلى السفينة الحربية لوخ إنش الرابطة في ميناء الجفير، والتي استدعيت على عجل، واستمر إبحار الباخرة من البحرين إلى جزيرة سانت هيلانا 31 يوما، والمعتقلين لا يعلمون الجهة التي سيساقون إليها. كان بهذه الجزيرة قبل وصولهم الزعيم القبرصي المطران مكاريوس،
وتوفى وهو في سجن هذه الجزيرة نابليون بونابرت، ودفن بها. وأثناء نزولهم من البارجة كان جمعا غفيرا من النساء والأطفال، وقد تجمهروا ليشاهدوا هؤلاء المجرمين الذين قاوموا الأسد البريطاني، وسمعوا من امرأة من سكان الجزيرة التالي: يا له من خزي لهذه الحكومة التي تأتي بأمثال هؤلاء الطيبين لسجنهم في بلدنا. كانت محتجة على سجن هؤلاء الوطنيين في جزيرتهم. تقع هذه الجزيرة في جنوب المحيط الأطلسي، وتبعد عن البرازيل 2000 ميل، وعن رأس الرجاء الصالح 1700 ميل. اكتشف هذه الجزيرة أحد الرواد الأوائل البرتغالي جون دي نوفا في 21 مايو 1502، وصادف يوم دخوله الجزيرة عيد ميلاد أم الإمبراطور قسطنطين واسمها القديسة هيلانا، فسميت الجزيرة باسمها. واغتصبها البريطانيون من البرتغاليين بعد حرب قصيرة عام 1695، وسجنوا بها كثير من القادة الأفارقة، بالإضافة إلى القائد الفرنسي وكذلك القائد الوطني القبرصي في هذه الجزيرة طبعا. وكل المعارضين إلى السياسة البريطانية يؤتى بهم إلى هذه الجزيرة. مناخ هذه الجزيرة جاف ممطر طوال العام عدا الصيف، وبها مصائد أسماك. عدد سكان الجزيرة 5000 نسمة، ونسبة التعليم بينهم عالية. وضع الثلاثة في سجن وهو عبارة عن قصر قديم، أعيد ترميمه مكون من طابقين. الزنزانة التي وضعوا بها سعتها 20 في 30 قدم، بها 3 أسرة وتطل على البحر، وبها حمام كبير وقاعة طعام ومطبخ وأماكن لمعيشة الحرس. وحسب المعلومات التي حصلوا عليها فإن السجن أعد قبل العدوان الثلاثي على مصر، وهو معد لخمسة من السجناء العرب، أي أن القضاء على هيئة الاتحاد الوطني أعد سلفا. عاش السجناء عزلة دقيقتين بس فضل. في سيارة كامري كحلي 5928 معارضة شوي شارع، إذا ممكن صاحبها يروح يشيلها. أنا سيارتي كامري بس مو عرض الشارع. 5-6 كحلي خير الشارع كامري. السنة أي أن الإنهاء الهيئة وسجن قادتها مهيئ قبل العدوان الثلاثي وقبل الأحداث التي جرت في البحرين. عاش السجناء عزلة عن العالم، لا راديو ولا صحف ولا رسائل من الأهل، أي عزلة تامة عن العالم. وبدأوا مطالبهم برسائل كتبوها لحاكم الجزيرة ولحكومة البحرين، وهي إعادتهم للوطن لتكملة سجنهم واحتجاجهم على إبعادهم إلى جزيرة سانت هيلانا، والحصول على راديو وصحف وكتب، تحسين المعاملة في السجن والخروج للتريض من الزنزانة وتحسين الطعام. وبعد محاكمات استمرت من العام 1958 بالمحاكم البريطانية إلى منتصف عام 1961، أي في 13 يونيو، صدر حكم البراءة للثلاثة، وبعدها قصة أخرى. على أساس الوقت مع المحور الثالث من هذه الندوة، الدروس المستفادة، والأستاذ فلاح هاشم من
جمعية المنبر تقدم. أسعد الله مساءكم بكل خير. في البداية لابد من كلمة الشكر للأخوة في التجمع القومي على هذه الاستضافة وعلى حسن اختيار موضوع هذه الندوة. فهيئة الاتحاد الوطني وعلى ما كتب عنها من قبل من قبل بعض من عاصروها أو تابعوا مسيرتها أو من قبل من أرخوا لها لم تنصف كما يجب ولم يوثق تاريخها بشكل دقيق وشامل. فقد اعتبر البعض وخاصة الجانب الرسمي أن الهيئة تنظيم سياسي دخيل، ولذا تعرضت الهيئة والحركة التي قادتها الكثير من التشويه والحركة التي قادتها للكثير من التشويه، في حين أنها تشكيل وطني جاء ليعبر عن مطالب شعبية عادلة تدل على ما بلغه شعبنا ومجتمعنا البحريني من نضج ووعي أنذاك. فانبثقت في صفوه تلك الحركة التي نجحت في أن تكون عابرة للطائفية ومعبرة عن طموحات شعبنا في الاستقلال الوطني والمشاركة السياسية والعدالة. لذا فإن تناول موضوع الهيئة اليوم مهم من حيث التوقيت والدلالة ومن حيث المحطات الوطنية التي علينا أن نستحضرها على الدوام وأن نؤكد عليها ونتمسك بها. فمن حيث التوقيت فهو مهم بل بالغ الأهمية، لأننا نمر بمرحلة يجري فيها استهداف وضرب الثوابت الوطنية، ولا يتردد الكثيرون في إثارة النعرات وكل بواعث الانشطار والفتنة بين مكونات المجتمع البحريني. ومن جانب آخر فإن هذا الموضوع مهم لأننا في حاجة للتذكير بتجربة أول تجمع سياسي وطني جمع شخصيات وطنية من الطائفتين الكريمتين وتجاوز حالة الاستقطاب الطائفي، فكان الهم والهاجس الوطني المشترك هما اللذان طغيا على أي حسابات أو اعتبارات طائفية أو مذهبية أو مصلحية أو انتهازية أيضا كتلك التي شهدناها في السنوات الماضية، ولا زلنا للأسف الشديد نشهدها بشكل أو بآخر حتى اليوم. والوقوف عند تجربة هيئة الاتحاد الوطني مهم أيضا، ونحن نسعى لقيام تيار وطني نتطلع بشغف إلى الإعلان عن قيامه في القريب. تيار وطني يرفض المتاجرة بالعصبيات الطائفية ويؤمن بمستقبل البلاد المرهون بالعيش المشترك ونبذ العنف وتغليب روح الحوار والترابط والمحبة بين مكونات المجتمع جميعا، وهي ذات الأهداف والمبادئ التي آمنت بها الهيئة وناضلت من أجل تحقيقها. ولذلك فالدلالة واضحة في أن نستذكر بكل اعتزاز وتقدير تلك الجهود والمبادئ والقيم، ونستذكر أيضا تلك الشخصيات الوطنية التي تمسكت بها، كما أنها مناسبة لنجدد موقفنا كقوة وطنية الرافض بحزم وحسم لكل محاولات التي يراد منها شق الصف الوطني، وهي محاولات كما فعلنا ذلك في السابق وسنظل نرفضها على الدوام. أحداث كثيرة أدت وساعدت في إنشاء هيئة الاتحاد الوطني. هذه الحركة الوطنية التي انطلقت في بداية الخمسينات على يد شخصيات وطنية معروفة أمثال عبد الرحمن الباكر، عبد العزيزان، إبراهيم فخرو، إبراهيم موسى، عبد علي العلوات، السيد علي كمال الدين، عبد الله بوديب، ومحسن التاجر، وآخرين عديدين لا يتسع المجال لذكرهم الآن. ومن أهم ذلك أن تشكيل الهيئة جاء ردا على محاولة إشعال فتنة طائفية أراد مشعلوها استثمارها لغايات هي أبعد ما تكون عن مصلحة البلد والشعب وتصب في مصلحة أعدائه ومستغلي خيراته. ومن المحطات الجديرة بالتوقف أمامها ودراستها موقف النظام من هذه الهيئة وطريقة تعامله معها، وكذلك موقف السلطات البريطانية سواء المستشار بلغريف أو المعتمدية البريطانية، وكذلك طبيعة المطالب التي نادت بها الهيئة وناضلت من أجل تحقيقها ودور الإضرابات والحركة العمالية وطرق إدارتها والمتصدرين لها وتعامل إدارة الشركات والسلطات المحلية وممثل السلطات البريطانية معها إلى محطة اعتقال قادة هذه الهيئة هذه الحركة الوطنية وحل هيئة الاتحاد الوطني في 26 نوفمبر.
الذي دشن مرحلة من القمع والتضييق على الحريات عانى فيها المناضلون من أجل الحرية والعدالة الكثير. ولهذا سأحاول أن أكتفي أو بالإشارة وباختصار إلى بعض من هذه الدروس المهمة التي أعتقد أنه من المهم علينا الاستفادة منها. أول هذه الدروس وأهمها هو نفسه الذي تناوله العديد من الباحثين وأصحاب الرأي، ألا وهو استطاعة الهيئة وفي بداية تأسيسها عام 1953 القضاء على النزاعات الطائفية التي حاول البعض إشعالها وتأجيج بواعثها، وهو تأكيد على أنه لا سبيل لتقدم ورفعة البلد ومواجهة جميع عقبات تطوره ونموه إلا بالوحدة بين جميع مكوناته وأطيافه. ثانيا، نبذ الاستفراد والإقصاء وإلغاء الآخر وفق الأكثرية أو الأقلية أو على أي أسس مناطقية أو طائفية أو حتى فكرية، فقد كانت الهيئة تضم كل هذه الشرائح والتوجهات المجتمعية والفكرية في البحرين. ثلاثة، العمل على توسيع المشتركات التي يتوافق عليها شعب البحرين بجميع شرائحه، فقد كان تركيبة الهيئة تتضمن كل شرائح المجتمع من تجار وعمال وفلاحين ومهنيين، أي أصحاب مهن حرة. أربعة، محاربة دعوات الفرقة والتمييز بأي ذريعة كانت، والحرص على وحدة الصف الوطني وتماسكه. خمسة، تأسيس وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، اتحاد العمال مثالا، مما أدى إلى خلق وعي في صفوف العمال بحقوقهم العمالية وإنشاء ما أطلق عليه نقابة عمالية، وإجبار السلطة على وضع قانون العمل والذي استمرت مفاعيله إلى عقود لاحقة، وكان خير معين لمناضلين النقابيين خاصة من تصدروا الحركة الحراك النقابي في فترة السبعينات من القرن الماضي، حيث اعتمد النقابيون على ما ينص عليه القانون، قانون 57، حول حق العمال في تكوين نقابات عمالية في نضالهم للمطالبة بتأسيس نقابات للعمال، لا بل وشرعوا في تأسيسها في عدة قطاعات في عام 1974. ستة، التشديد على قيام دور المؤسسات والقانون وتمثيل شعبي في جميع مفاصل الدولة، وخاصة فيما يتصل بالحياة اليومية للمواطنين، تمثيل الشعب بمجلسي المعارف والصحة. سبعة، التأسيس لاقتصاد ذو بعد اجتماعي، تجربة صندوق التعويضات التعاوني. التأكيد على التواصل الاجتماعي والزيارات المتبادلة ومشاركة الجميع في جميع المناسبات الاجتماعية والدينية وحتى العائلية. وما هذا إلا غيض من فيض هذه التجربة الوطنية الكبيرة في تاريخنا. ويظل مهما السؤال الذي يقلقنا جميعا، وهو إلى أي مدى استفدنا من تجارب وعبر حركة الهيئة في خضم الحراك السياسي، وخاصة في العقدين الأخيرين منذ منتصف التسعينيات القرن الماضي إلى اليوم. شكرا. شكرا للأخوة. طبعا تطرقنا إلى ثلاث محاور: ظروف تأسيس الهيئة، بعض القضايا الهامة التي تزامنت مع تأسيسها، والدروس المستفادة من هذه الذكرى. الآن نفتح المجال للمداخلات وإلى التعقيب، إن كان لديكم أي مداخلات أو تعقيبات على الموضوع. اللي عنده أي مداخلة ممكن بس يرفع صوته. نعم، في أحد؟ إيه تفضل محمد. شكرا جزيلا، يعني ما أشبه اليوم بالبارحة مثل ما يقولون. أنا أعتقد أن يعني تغييب هذه المرحلة من التاريخ، من كتب التاريخ، يعني كان لها يعني آثارها السلبية والتي انعكست بشكل واضح وجلي في حراك 2011. أنا أتصور يعني المهتمين الآن بهذه المرحلة أو بتاريخ الهيئة هم تقريبا يعني منهم في الجيل الخامس وصاعدا، أو يعني أنا أتصور أن ضرورة إيصال يعني أو يعني هذا المفهوم الهيئة إلى الأجيال الصاعدة هو كفيل بأن
يعني مثل ما يقولون يكفينا يعني لا سمح الله مثل ما يقولون يعني تكرار ما حدث في 2011 من الانشقاق الطائفي. فما هي الوسيلة يعني في طالما الجانب الرسمي هناك تغييب لهذه المرحلة من التاريخ، كيف نستطيع نحن كمجتمع مدني أن نعمم هذه التجربة على الأجيال الصاعدة من أجل خلق حصانة عندها لأي ارتدادات في المستقبل؟ شكرا. في أحد بعد عنده أي مداخلة؟ يعني نكتفي مداخلة واحدة ولا؟ مساء الخير. شكرا للإخوان على هذه المحاضرة القيمة. أنا بس بقول إنه شنو اللي يمنع في هالفترة إعادة خلينا نقول الوهج الوطني في الخمسينات والستينات؟ أعتقد في مجموعة من متغيرات حدثت خلال من على الأقل منتصف السبعينات غيرت المشهد في البلد. ما هي الرافعة؟ قبل الهيئة البحرينيين كانوا منقسمين إلى ومنعزلين عن بعض، شيعة سنة وشيعة بحارنة وعجم والسنة سنة هولة وعرب ونجادة. هذا التقسيم اللي كان موجود في المجتمع، ما هو الرافعة اللي جعلت كل هؤلاء الناس في بعد أحداث 53 54 يتجمعون كلهم وينتخبون قيادة واحدة؟ أنا أعتقد هذاك الفترة هو فترة مد أيديولوجي قومي طاغي في كل الوطن العربي، كان في آمال كبيرة على وحدة الوطن العربي، على تحرير فلسطين، على 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 نمو، على ازدهار بيكون مع صعود القومية العربية. هذه الفترة هذه هي الرافعة اللي جعلت كل مكونات المجتمع في ذاك الوقت. العجم ظلوا خلينا نقول المرحلة التالية في الستينات مع تحول النضال إلى أيضا نضال ذا طابع طبقي، صار انخراط أكثر. لكن في الخمسينات كل العناصر العربية في المجتمع اجتمعت تحت ظل الهيئة. هذه الرافعة موجودة كانت، مع الأسف الرافعة هذه فقدت بعد ذلك. المشروع القومي والمشروع اليساري خلينا نقول بدأ يلقى هزائم في السبعينات، نص السبعينات مع نهاية السبعينات، وأصبح في صعود إلى مد ديني. المد الديني بطبعه ما سمي بالصحوة الدينية كانت صحوة طائفية، مع الأسف ما كانت موحدة. في مد ديني شيعي وفي مد ديني سني، وبالتالي عاد المجتمع إلى انقسام السابق. إذا نحن نستطيع نسترجع هذه نسترجع ونحاول نعلم الأجيال الجديدة على أهمية وهذه اللحظة التاريخية، لكن يجب أن نعرف أنه وحدة مجتمع أو فئات في المجتمع تتطلب مجموعة من الظروف. الرافعة هذه اللي كانت موجودة في ذاك الوقت ووجدت في الستينات وبداية السبعينات والمطالب ذات الطابع الطبقي، هذه اختفت مع الازدهار الاقتصادي بسبب نمو أسعار النفط في السبعينات وبصعود الأيديولوجية الدينية بعد ذلك. فإحنا نحتاج فعليا مهما بذل تيار من جهد كبير بدون وجود ظروف موضوعية لا تستطيع. أنا أعتقد قد نكون الآن في فترة من تغير الظروف، لأن الدولة دولة الرعاية اللي نمت في السبعينات لن تستطيع أن تقوم بدورها. فربما نحن نشهد بوادر إلى قضية موحدة للناس، هذه الرافعة اللي يحتاجونها الناس، أنه يحسون أنه ما يجمعهم أكبر بكثير من ما يفرقهم. شكرا. في أي مداخلة بعد؟ يعني الأسئلة والحوار يغني ويثري، ويعني حركة هيئة الاتحاد الوطني يعني بدايات النهوض الوطني في فترة تحرر وطني،
يعني ليس بس الساحة العربية، كل منطقة يعني العالم الثالث كان يموج ضد الاستعمار. ويعني حتى يعني أنا أتذكر أول مظاهرة طلعت بعد العدوان الثلاثي من المدرسة الثانوية وجاءوا إلنا إلا إحنا في المدرسة الغربية، ومديرنا كان الأستاذ حسن جواد الجشي، حفاظا علينا كأطفال رفض أنه يعني نطلع مع المظاهرة، ولكن كلنا تسربنا ونطينا السور وطلعنا في المظاهرة. كانت تهتف المظاهرة لا استعمار بعد اليوم، وأنا أتذكر زين يعني إبراهيم الباكر كان في المقدمة، والإخوان عيسى وعبد الله الجلاهمة، ويعني كانوا يعني في مقدمة المسيرات. حتى سألت أخوي محمد حسن أقول له يعني طلع الاستعمار البريطاني من البحرين، قال لي شي طلع الاستعمار البريطاني من البحرين، هذا لأن يطالبون بخروج الاستعمار البريطاني. فكانت مرحلة التحرر الوطني هذه مرحلة النهوض، كانت القاهرة مركز إلى هذا النهوض اللي عم أفريقيا وجنوب آسيا والمنطقة العربية كلها، مثل ما قال يعني الأخ إبراهيم، هذه الرافعة هي الأساسية اللي حركت. وفي عامل داخلي كذلك في البحرين، يعني عملت مجلة صوت البحرين والأندية الوطنية نادي العروبة ونادي الأهلي عملوا دور كبير في توعية الناس، وكذلك جريدة الخليج اللي أسسها الزايد عملوا دور كبير في توعية الناس عن يعني حقوقهم والمطالبات وما جرى في بابكو من أول إضراب عمالي شهدت البلاد في ذاك الوقت. هذه كلها دليل على أنه في حالة نهوض إلى الوطن، والطائفية لم تستطع أن تتغلب يعني أو يعني تنحسر إلا بواسطة هذه الرافعة. يعني الحدث اللي أحدث الإنجليز بتأسيس الانقسام الوطني جر وحدة وطنية عليهم، لأن كانت رافعة وكان في يعني حالة من النضوج الداخلي في العمل الوطني، أسست مجلة صوت البحرين وأسسوا الأندية بالمحاضرات والندوات والزيارات اللي كانوا يقومون بها بعض الوطنيين وخصوصا القادة الفلسطينيين إلى البحرين. هذه كلها أسس إلى هالرافعة هذه. ولكن يعني إحنا الآن نشهد انحسار في المد القومي والمد الوطني والمد هذا، لأن مرت فترة من الانتعاش السياسي واستطاعت الحكومة بكثير من الجسم هذا ضرب الحركة الوطنية وتكرار اعتقال المناضلين ونفيهم. يعني ليش نفوا الباكر والشملان إلى سانت هيلانا؟ يريدون عزل القادة الوطنيين والحركة الوطنية عن بحرها وعن ماءها، فبالتالي يعني إضعاف الحركة الوطنية بإبعاد يعني كانت السجون كلها في البحرين مليانة من قادة الحركة الوطنية لإبعادهم عن الحراك الشعبي. وبالفعل تأثرت الحركة الوطنية بهالضربات المتلاحقة وإبعاد الكثير من الوطنيين. الآن الظروف مؤاتية، لأن أعتقد أن الناس لازم تكون مستفادت من تجربة التفتت واللعبة السياسية اللي لعبها النظام في خلق أسفين طائفي فيما بين الطائفة الشيعية والطائفة السنية. وهذه تجربة كبيرة، يعني على الجميع أن يستفيد منها ويبدأ نضال، وإن شاء الله يعني بادرة التجمع الوطني الديمقراطي يعني تكون هذه رافعة إلى استنهاض الجماهير نحو تشكيل كتلة تاريخية ووطنية مثل ما استطاعت هيئة الاتحاد الوطني أن تقوم. شكرا. في نفس السياق اللي ذهب فيه الأخ إبراهيم شريف والأستاذ كمال الدين، يعني أعتقد بالفعل حقيقة كان في تلك الفترة مثل ما أشاروا إلى الرافعة العمل الخارجي بالذات أو الرافعة القومية، أعتقد
على الرغم في تلك الفترة أيضا في فترة الستينات الهزيمة العربية في حرب 67، إلا أن في ذيك الفترة كان أيضا هناك حركة نهوض، حركة تحرر وطني وانتصارات لحركة التحرر الوطني على مستوى العالم، وأدى إلى تراجع قوى حقيقة قوى الاستعمار حقيقة، وهذا أدى إلى استمرار هذا الزخم من الصراع. مع ظهور بالفعل مع ظهور ما سمي بالصحوة الدينية، واللي هي الحين في الوقت الحالي قادتنا إلى يعني ما نراه شرقا وغربا بالذات في العالم العربي من مآسي وفضائع كبيرة جدا، ممكن يعني أنا أعتقد أن مع توحيد قوى الوطنية جهودها ومحاولة الخروج برؤية مشتركة مع ما قدمت يعني مع فشل أو ما اتضح من أن هذا المشروع ما سمي ب يعني أو ما كان يدفع فيه إلى من خلاله للسيطرة على المنطقة وعلى خيرات المنطقة، وإحنا نعرف أعتقد ليس في خافي على أحد من يشغل هذه التيارات ولمصلحة من أن تخرب هذه المنطقة، وما وصلنا إليه من دمار ومن حروب شملت المنطقة العربية شرقا وغربا. يعني ممكن الواحد يعني يعلق عليها آمال كثيرة على أساس أن دور وجهود هذه القوى الوطنية إضافة إلى ما وصلت إليه أو ما وصلتنا إلى هذه القوة من مآسي، أعتقد ممكن أنت تضع أو يبنى عليها. شكرا. أنا بس برجع إلى نقطتين. النقطة الأولى اللي تفضل فيه الأخ حول موضوع التاريخ، توثيق مسيرة هيئة الاتحاد الوطني، أعتقد هذا الموضوع بالفعل جدا حساس ومهم، لأن يعني لاحظنا أنه كتب وزارة التربية هذا العام ادخلت فيه بعض الأشياء اللي صارت في 2011 بطريقة يعني واضحة أنه هي تحاول تزور التاريخ واللي صار في 2011 حقيقة ما صار، وبالتالي يعني هناك في محاولات مبكرة يعني كتابة التاريخ من وجهة نظر الرسمية وليس من وجهة نظر الوطنية والشعبية. في بداية ما اصطلحنا على تسمية المشروع الإصلاحي 2002 حقيقة صار في احتفال وشارك فيه ممثل عن جلالة الملك اللي هو ذكرى هيئة الاتحاد الوطني، هذا في 2002 أتذكر سبع جمعيات حتى بوقتها، يعني الأربع جمعيات بالإضافة للتجمع الوطني والعمل الإسلامي والوسط العربي، وكان أيضا أتذكر السيد عبد النبي جاء ألقى كلمة باسم جلالة الملك في ذكرى تأسيسه. لكن حقيقة هذا الموضوع يعني على الأقل يجب أن يعني ينظر إليه بأن هناك في اعتراف رسمي بهذا الحدث، ومطلوب أنه يبنى عليه ويكون هناك في تحرك مثل ما تفضل الأخ من قبل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لتكريس هذا النظرة أن هذا هي جزء من تاريخ البحرين حال حال الأحداث الوطنية والانتفاضات الوطنية اللي صارت، يجب أن يكون عمل متواصل لدمج هذه المناسبات ضمن التاريخ الوطني الرسمي الذي يثقف ويعلم فيه الطلبة والناس في البحرين. النقطة الثانية حقيقة من ضمن الدروس المستفادة مثل ما تفضل عزيزنا أبو شريف وذكر عن الرافعة القومية وعقبوا عليه، يعني الواحد رغم ما يدور حاليا في البحرين حقيقة من أوضاع سيئة ومن تراجعات، إلا أن يعني أنا بالنسبة لي شخصيا لا زالت عندي ثقة كبيرة في الشعب، وهذا الشعب الأصيل المتربي يعني بروح الوطنية بروح الأخوة لابد أن يتجاوز كل محاولات الشق والتقسيم والطافنة. وأنا أعتقد لو نرجع إلى جوهر الشعب البحريني هو أكيد محب للوحدة الوطنية، وبالتالي أنا يعني واثق أن هذا
يعني وحدة الشعب وتراصه هو بتكون هي الرافعة لعودة المسار الصحيح، وخصوصا ان الاوضاع اللي قاعدة تصير في البحرين ما خلت احد ما تضرر، يعني الكل تضرر فيها بكل الطوائف بكل القوى بكل المذاهب كلها متضررة بما آلت إليه الأوضاع سواء الاقتصادية أو السياسية. ولكن مطلوب حقيقة من القوى السياسية أن تكثف جهودها تكثف تحركاتها، وهذا الموضوع احنا انتبهنا له مبكرا حتى في القوى السياسية. يعني آخر الأيام كان في 2014 كنا اتخذنا شكلنا حتى لجان لمراجعة الخطاب السياسي وتنقيحها حتى من بعض المفردات اللي هي يعني توحي بالنفس الطائفي. فمطلوب حقيقة مواصلة الجهود ومراجعة الخطاب الوطني وتنقيحها مع التوجه إلى الشعب، وأنا متأكد أن هذا الشعب أكيد راح يستنهض قوة من جديد ويواصل المسيرة. شكرا. يعني بناء على ما تكرر من ناحية الرافعة، هل هذه هي اللحظة التاريخية المناسبة لإعلان اللي طال انتظاره تكوين وإنشاء تيار الديمقراطي الوطني؟ ربما قد تكون هذه اللحظة المناسبة، الكل ينتظر الرافعة، أنسب من هاللحظة ربما تفوتنا ومسيت أجين. هل قبل إعلان هذه التشكيل هذه الهيئة أو ما أدري شو بنسميها التيار، هل الوقت مناسب ولا نحتاج قبلها إلى مصارحة ومصالحة؟ وأيهما قبل، يعني مصارحة قبل ولا مصالحة قبل؟ بدل ما احنا يعني ملتهين في المطارحة، هذا يلوم ده وهذا يلوم ده، واللي أدى إلى المبارحة، لا نتحرك يمين ولا شمال. شكرا. طبعا نشكر المنتدين، وشيء جميل ان كل سنه يعني نتذكر مساله هيئه الاتحاد. لكن اعتقد بعد في هناك امور على اساس ان فعلا نقدر نغير من حالنا اليوم. لنقارن مثلا الدروس المستفاده، انا اعتقد ان حتى الظرف اللي مرينا به سابقا، ظرف هيئه الاتحاد الوطني اللي كان صار، الظروف كانت تختلف، أصلا البيئة كانت تختلف نوعا ما. أنت في ظل أنظمة مستعمرة وعندك تحرر على مستوى العالم كله، مو بس العالم العربي، أنت أمام وجود مصر عبد الناصر، طبعا الطعم ماله غير، أنت هذا بعد أيضا مفقود اليوم، مو موجود عندك. الشيء الذي الثاني اللي ما ممكن يصير طبعا مثل ما ذكر الدكتور حسن، اللي هو مسألة الوحدة الوطنية، وهذه اللي بتلاحظ حتى الهيئة كيف تأسست آنذاك، شوف الشخصيات اللي فيه اللي كانوا موجودين وما كان الشعب مختلف عليهم. انت اليوم امام شرق طائفي، ان انت صراحة من الصعب توجد، من الصعب انا اقول ممكن مو غير ممكن، لكن من الصعب ان توجد نفس الهيئة أو شبيه إليه حتى في الشخصيات، لأن الشرق الطائفي أخذ يعني حد بما اليوم صار صعب صراحة إن نرجع إلى هذا. الشيء الآخر أعتقد اللي مر في 2011، ولنكون صريحين، في لما انحرفت المطالب عن المطالب الأساسية الصحيحة المشروعة وطريقتها، أنا أعتقد هذه أضرت بالقوى الوطنية آنذاك أكثر من حتى القوى الأخرى أو على مستوى هذه ترك، هذه مو شيء بسيط، وهذه من الأسباب اللي فعلا
أصبحنا أمام شرخ طائفي لا ممكن أن نعالجه بالطريقة إلا ممكن عولجت آنذاك على أيام الهيئة. هذه كلها أمور هذه يمكن تعريجة بسيطة على مسألة البحرين والبحرانية أو البحرينية. أنا أعتقد هذه مفروض ما يكون ذاك الخلاف الكبير. يعني أنا الدولة مالتنا اسمها دولة البحرين على سبيل المثال، وإذا بتنسب أي شيء إلى هذه الكلمة فبتقول بحريني، وإن كانت الكلمة البحرين تغيرت إلى دولة البحران أعتقد من الطبيعي أن تنسب كل شيء إلى الشعب البحراني أو الآخر. في نفس الوقت أنا أعتقد هذه هي مو المسألة الأساسية في هالموضوع، غير أن كيف أنت مسألة الأنظمة اللي أنت عايش في ظلها حاليا ومسألة الديمقراطية حاليا، هذه شوي تخلق لك نوع من الصعوبة، يعني بمكان أن أنت ما تقدر حتى تتحرك بشكل يعني نوعا ما شوي يكون مرتاح أو ممكن التحرك فيه. هذا أعتقد هذه أمور لابد أن نقف عندها ونحطها في حسبانها إذا بنقارن الموجود سابقا أو اللي كان موجود وشنو الدروس المستفادة منها والموجودة الحين. وأنا أعتقد هذه أمور لابد أن بعض الأمور اللي مرت خاصة في 2011 لا يجب أن نغمض عيوننا عنها ونقول أن مثلا ما في أخطاء حصلت، وفعلا هذه الأخطاء نعم أدت بالضرر الكبير في تأخر مسألتنا والقضايا الأخرى ومطالبنا. يعني لو كان كل الأمور كان لها علاقة بالديمقراطية والدستور والتعديلات والأمور هذه، أنا أعتقد اليوم يعني الظرف كان يختلف عما كان عليه. وسمحوا لي إن كنت شوي نوعا ما كأني مختلفت معاكم، لكن أكتفي بهذا القدر وشكرا. مساء الخير جميعا، أشكر الأخوة المنتدين والرفاق في التجمع القومي. طبعا أنا اللي خلاني أتدخل اللي هي معظم المداخلات كانت حول الحراك أو الهيئة نفسها والتاريخ، والجماعة سبوا جدا في التاريخ، بس احنا أعتقد قاعدين نغض النظر نوعا ما عن دور السلطة، ماهية أو مشروع السلطة في التعامل مع هيئة بهذا التاريخ وبهذا الأرشيف وبهذا المجد، وكيفية تعاملها منذ ذلك التاريخ إلى اليوم. يعني ذكر الأستاذ إبراهيم أنه التعامل في تلك الفترة شبيه بالتعامل هذه الفترة، أدوات القمع، كيفية تفريق التظاهرات، السجون، النفي، الأحكام العرفية هو الخيال تلك الفترة العرفية، اليوم أحكام خرافية. طيب ما هو دور السلطة اليوم وهي ترى هذا الأرشيف الجميل من الحراك الوطني المنظم الحضاري الثقافي ذو الرجال القامات السامقات التي بنت البحرين في طريق الحرية؟ لا أختلف أن هناك بعض الأخطاء هنا وهناك وبعض الإنفلات هنا وهناك، ولكن هذا لا يعني أننا نحن كشعب هنا سنة وشيعة قمنا بأخطاء فاضحة جدا من شأنها أن لا تجعل الحكومة تنظر بمصداقية وتنظر بدقة، وأنا أقصد بمعنى دقة، لديك شعب مسالم حضاري. لم نرى هناك انهجمت مثلا قرية البداية على قرية الدراس في 2011، لم نرى هناك مشكلة بين الزلاق وبين جلالي وبين سماهيج مثلا، هناك بعض المفرات هنا وهناك. الجمعيات السياسية نظمت عدة تظاهرات في 2011 دعت إلى الوحدة الوطنية، والجميع يتذكر إبراهيم شريف والشيخ علي سلمان هنا في العدلية عندما تشابكت أيديهم وحملوا لافتة قالوا فيها أخوان سنة وشيعة. على السلطة أن تعي وأن تنظر بواقعية إلى أنها تملك هذه النخبة وتملك هذه القوة، وهي ذاهبة في عكس هذا التيار. يعني يوم الخميس القادم لا نعلم ما هو مصير جمعية جامعة لهذه الأطياف جميعها، جمعية العمل الوطني،
الديمقراطية وعد، وهي جمعية لنكون واقعيين، هي تجمع جميع أطياف المجتمع البحريني من سنة وشيعة ومن يسار ومن قوميين وهكذا. طيب على السلطة أن تعي كذلك، كما تفضل الدكتور حسن هناك بعض الألفاظ حتى في الجمعيات السياسية وفي القوى الوطنية راجعتها ومستعد أن تراجعها، وقدمت بيانات كثيرة تدعو إلى مراجعة الناس وإلى استعدادها إلى الحوار وإلى كثير من الأمور، ولكن في الجانب الآخر ما شهدته الجبهة الوطنية في الخمسينات ما نشهده اليوم في البحرين في العام 2017. شكرا. باسمكم جميعا نشكر الأستاذ إبراهيم والأستاذ فلاح، ونشكر المتداخلين والمعقبين، ونشكر لكم حضوركم، على أمل اللقاء بكم في ندوات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.